اوكي الخوت، اليوم هو اليوم غادي نمشيو ان شاء الله للمغرب، وهي الطوموبيله واجده، كل شيء واجد الحمد لله، حطينا فيها كل شيء عامر. غادي نوري لكم ان شاء الله كاع التفاصيل، كاع كل شيء اللي غادي ندوزو منه ان شاء الله. تريب ان شاء الله اللي غادي نمشيو من هنايا لبورتسموث، ومن بعد غادي نقبطوا الفيري ولا البوت من بورتسموث لسانتاندير، ومن بعد غادي ندوزو لاسبانيا، اسبانيا كامله، وغادي ندوزو عاوتاني انذر بوت ممكن من الجزيره الخضراء ولا من طريفه، ومن ثم غادي نقبطوا بوت وغادي نمشيو ان شاء الله طنجة، ومن بعد طنجة الفاس. المهم غادي تكون واحد الرحلة ممتعة ان شاء الله، وغادي نديكم معانا تشوفوا كل شيء بعينيكم وكاع التجربة اللي غادي ندوزوها ان شاء الله. We are getting into the boat. دخلنا لطنجة. واو، السلام عليكم. شوفوا هذه المناظر الخلابة ما شاء الله. احنا غادي دابا في طريق لين لبورتسموث. المشكلة اللي عندنا الخوت هي رحنا معطلين، عيب الله معطلين. عطانا الوقت، can you see we gained some time. واو، عندنا تشيكين مع جوايه الخمسة، الساعة 9 قالنا غادي نوصلوا مع 34 دقيقة. الوغ عندنا شويش ديال الوقت، احنا دابا كنكسلين شي شويش باش نقدروا نوصلوا في الوقت، لان الا ما وصلناش في الوقت مشى علينا الحال، مشى علينا الباطو، مشات علينا الهوليداي وكلشي. الحمد لله. او ماي جود، وي جاست جوت ذا كروز تيكيتس. عرفتي جبناها لاصقة، عرفتي كان واحد ترافيك خايب بزاف. وريهم الكروز، وريهم الكروز هنا كيفاش باين، ما شاء الله زوين. صافي خليونا ندخلو. الحمد لله احسن حاجه هي خدينا التيكيتات ديالنا، يا ربي ما يديرولنا شي مشاكل. عرفتي حنا اخر كار، اخر طوموبيل غادي تجي، اخر طوموبيل غادي تطلع في هاد الكروز هذا. ربي استرنا وصافي. كان واحد ترافيك خايب بزاف في الطريق. شو داك الكروز هذا؟ واع مع بريتيني فيريز. ان شاء الله ملي غادي نطلعوا غادي نديرو شي تصاور زويونين مقادين واعرين، نديرو شي فيديوهات واعرين ان شاء الله باش خوتنا يتفرجوا. الحمد لله وي جيتين انتو ذا بوت ناو، وي جيتين انتو ذا كروز. ووهو، يا دونت جو اوتسايد، اتس كولد اند ويندي اند ويت all of that. Yeah. Alhamdulillah. Especially with Zain, that he doesn't get sick. Inshallah, yeah. Inshallah. Ya khoya, wish I'm gonna say, fi ra'ayatillah, inshallah you will enjoy the trip and enjoy your holidays inshallah. Ali Rutur. We'll speak soon inshallah. Yalla. السلام عليكم. ان شاء الله. اوكي، بسلامة بسلامة. وي ار جيتين انتو ذا بوت. ووهو، عرفتي المكتب هذا ماشي الزهر، والله ربي بغانا نطلعوا سبحان الله في هذا الباطو. عرفتي نص ساعة جايين معطلين على التشيكين، لاست تشيكين خاصو يكون نص ساعة من قبل من الوقت اللي وصلنا وخلونا نطلعوا. يمكن كانوا معطلين ولا ما عرف شنو، ولكن ربي الحمد لله بغانا نطلعوا. كنت انا صافي كنخمم غادي نرجعوا بحالنا للدار وندخلوا الباجاج، وعاد هبط الباجاج من الطوموبيل ودخل للدار، وربي الحمد لله كتبها لنا. والله العظيم فاش حسيت باللي راه مشى الوقت بزاف قلت صافي، قلت خليني ان شاء الله على الله يقدروا يدخلونا، اذا دخلونا هو هذاك ما دخلوناش نرجعوا في حالاتنا. يمكن الحمد لله مكتاب وصافي، ما عندك ما دير. هذا درس نتعلم انا منه وانتم الخوت، فين ما شي حاجه ما تمشيش في الطريق اللي تبغيوها نتوما قول الحمد لله، ما تعصب، ما تحماق، ما هذا خل داخل غتحس براسك غادي تطرطق، ما تعصبش فهمتيني، كام داون. ديك الساعه تقدر تخمم شنو تقدر دير، اما الا تعصبتي وبانيكيتي ما تقدر دير والو. يلا ان شاء الله ملي نطلعوا للكروز غادي نصور لكم مزيان ان شاء الله، شوفوا داك الشيء كيفاش داير، نوريكم لا جورني كامله ان شاء الله. حنا وصلنا دابا الكابين ديالنا، حطوا هاد اللعيبه هادي هنايا. اوكي ليتس سي. واو ذيس از نايس، فيرست كلاس الخوت، ذيس از جود، بلا فنتخ الويندوز، عطا كاع الفروتس قالك اسيدي. وهنايا شنو عندنا؟ المكارون. بون فواياج قال لك تما. هذا ديال الوليد ديالي باش ينعس، وهذا البيد دبل بيد، ذيس از نايس، اي لايك ات سو فار. هذه اكبر كابين اللي كاينه هنا في الباطو، حتى لي غادي تكون شي شويش كبر، صافا الحمد لله. شنو بالكم الخوت؟ عجبتني انا صافا. دابا حنا خرجنا من الروم ديالنا ان شاء الله، وغادي نتسارعوا شي شويش في الباطو ونشوفوا كيفاش داير الباطو. انا هادشي اللي بان لي فهاد الساعه باين صافا زويون، اجي نوريكم معايا. كاين الانترتينمنت
لك تديت انترتينمنت يعني انشطة وداك الشيء هذا هذا الانترتينمنت ديالنا في هنا شنو كاين كاين هنا داخل بحال بلاصه ديال الانترتينمنت وريستوران داك الشيء هذا البلاصه هذه زوينه نشوف عندهم الارتس هنايا ديال الاوشن لوكس نايس هذه بحال نايت كلاب هنايا انتم شوفوا الناس جالسين قصرين مع راساتهم هنا بحال ريستوران هو هذه بلاصه ديال درايفرز قال لك درايفرز لاونج هذا البافي هانتوما ها البافي معايا شوفوا تشوفوا غادي نشوفوا معاهم هنا واخا انا كليت دوزكم تشوفوا شنو هذا الشيء هذا الكاتلري الفروي الكيكات وديك الشيء هذا هانتوما الخوت هذا الريستوران دوركم تشوفوا لاحظت بزاف ديال الناس الكبار لان هذا الخوت ماشي غير باطو عادي هذا كروز فهمتيني كاين بزاف فيه ديال الناس الكبار حتى يخرجوا تقاعد كيعجبهم يعيشوا الحياه اي قال لك واحد تيسلم علينا واتس جوين اون يور اي از هي جوين هافين ا جود تايم يا اوسم اوسم برو فانتاستيك يو جوين تو سبين او او اوسم اوكي بريليانت وي جونا جيت اوف ات سانتاندير درايف يو تو موروكو اول رايت تيكي اه تيكي جايز بنادم ظريف عاجبو الحال فرحان ايه هذا واحد الشوب الخوت سميتها 5th avenue بحال duty free shop انتم الخوت تفجولي هذه البلاصه التويز ديال الدراري الصغار شوف هذه البلاصه هذه عامره شويه انتم شوف Hiya, how you doing? You alright? Yeah, can I ask you a question? I received an email saying that I should speak to reception regarding my breakfast for tomorrow. Yeah. So how do I book it, please? Just show me your cabin key. Cabin key, yeah, no problem. Let's see. Do I need to know what I want now, or? You are in the deluxe cabin, or yes. You are club member? No, deluxe cabin. 703? That's the one, yeah. Yes, you're yeah. The one missing. We'd like to know if you prefer tea, coffee, chocolate, what type of breakfast and what time. Can I come back to you on that? I need to speak to my wife. Is that all right? Yes. Awesome. Thank you so much. Good all right. Coffee. Cheers. Bye. Bye. Thanks. عرفونا ديجا اوكي سو جبت مراتي دابا بغينا نشوفوا كيفاش غندير القضيه ديال البريكفاست هي So yeah, how do we book the breakfast, please? Hello. In fact, you just order whatever you prefer. Yeah. It's a continental breakfast, which is included in your cabin. 8:30 UK time on board. 8:30, yeah. Hello, okay, 8:30, the latest. Yeah, the latest. We have a baby. Well, you'll be woken up. Blue eyes, you have My mom's eyes, because my mom's from Finland. So yeah, 8:30 please. ظريفين بزاف هنا الصراحة. أجيبوا لنا إن شاء الله الكابين بلا ما عاد تنوض وتمشي تقبط الكيو معايا عباد الله. نعاود لكم بحال الخرافة الخوت. البارح فيلميت مزيان الحمد لله. كنا بخير حاسين بخير. كما تعرفوا الباطو كيوقعوا فيه لي سيربريز. سو شنو وقع لنا؟ وقع لنا حاشاكم القلان بزاف. تعرف دخلت بواحد الانتوزيازم دخلت بواحد الفرحه زوينه بزاف للباطو ولكن دابا راني مسخسخ مزيان البارح بالليل المراه ديالي مسكينه بقات كتغض حاشاكم بزاف بزاف الولد ما حاشش بخير الوغ داكشي علاش ما قدرتش نصور بزاف اليوم في الصباح فاش فقنا جاو دقوا علينا مالين الفطور عطاونا الفطور حطينا بحال هكا ولكن والله ما دقنا منو حتى شي حاجه المراه ديالي كتمشي ساعه ساعه للطواليت شي نوبات ما كتقدرش كاع تنوض من الفراش مسكينه كتهز داك الباك هذيك سميتها سيكنس باك بلا ما نوريها لكم لحقاش داكشي كشي عيان سبحان الله هادشي اللي تيوقع بقات مسكينه كتغض داكشي هذاك حاشاك لحقاش حنايا فين جايين في الاول ديال الباطو نوريكم هنا في الاول ديال الباطو حنايا وشنو كيوقع فاش كتكون في الاول ديال الباطو فاش الباطو كيتهز بحال هكا نتايا كتهز معاه دابا راه الامواج راه ناقصين شويه عرفتي قبيلات وبالليل داكشي لا يتصور شي امواج في شكل تقول تسونامي سبحان الله المهم شنو وقع بقينا كنتسناو على ما المراه دير بخير ما دارتش بخير مسكينه كنا غادي نهزو الفطور ديالنا وغادي نمشيو لان حنايا في الاول ديال الباطو وغادي نمشيو للوسط ديال الباطو لحقاش الوسط ديال الباطو هو احسن بلاصه تقدر تجلس فيها وما يجيكش داك لو مال دو مير ولا سي سيكنس المهم طلعنا لديك الجهه هذيك ونفس الشيء نفس الشيء بقات مسكينه والماكله محطوطه بحال هكا وما قدرناش ناكلو انا براسي ما قدرتش ناكل واخا انا ما كتجينيش سي سيكنس بزاف فريمون ما بقيتش قادر ناكل نرجع لكم اللور من قبل ما نخرجوا قالت لي بنت الوليد لان هي ما قادراش
فانا داك بالتوليد جاتني صعيبه من ناحيه فهمتيني الطوخه جايه كنت كدير شي حاجه كتزيد الطوخ اكثر وهي اللي جعلتني انا فريمون نحس بها وزيت حتى انا الباك ديالي وبقيت كنحاشاكم كنض مشينا للوسط ديال الباطو وجلسنا والو حتى شي حاجه ما بغات تبدل عيطنا للممرضه الممرضه دارت معنا واحد داك الشيء ما نكذبش عليكم تهلاو فينا مزيان عطاونا بيت واحد اخر اللي في الوسط ديال الداك باش ما تقاش داك التهزاز ما يوقعش بزاف بقاو جالسين معاها انا سوبرايزيت الحق جابوا لنا فطور واحد اخر وما فطرنا حتى الفوقاش حتى شي 3 ونص ديال العشيه المهم بغيت نقول لكم الخوت شنو وقع والحمد لله احنا بخير وعلى خير الشاطئ بدا كيبان لنا الخوت اجي تشوف حنا دابا قربنا نوصلوا ان شاء الله اش راه من هيهات اللاند الخوت حنا دابا فواحد البلاصه هنا فين تيجلسوا ترتاحوا شويش كاع تشوف البره ديال الباطو ها نتوما شوفوا معايا الخوت شي البحر كيفاش هايج والجو من مظلام بزاف البلاصه هذه زوينه كل انسان يقدر يريح كاين ها نتوما خاص ما بقى والو قبل نوصل اسبانيا كيمكن حتى شي واحد في هذا الوقت هذا حقاش الجو خايب بزاف الجو عيان حنا مساغين مع راساتنا كاين هنايا واحد السالاد بار لا بغيتي تشري شي سالاد ولا شي اي تخربيق احنا برا دابا عرفتي البارح حاولت نخرج ولكن فريمون ما قدرتش كاع ندير حتى شي حاجه لحقاش كان ريح بزاف ما دابا الحمد لله كل شيء زوين ما كاينش ريح بزاف انتما الخوت شوفوا معايا داك الشيء واعر باين بزاف ما شاء الله خوت حنايا دابا نزلنا باش نهزو الطوموبيل مطرقه انتما الدنيا كيفاش دايره هنا فين كيكونوا باركين الطوموبيلات والكاميونات وداك الشيء هذا ان شاء الله حنا غادي نخرجوا دابا من الباطو باش غادي ندخلوا لسانتاندير حنا وصلنا لاسبانيا دابا الحمد لله راه حنا درنا تقريبا واحد 20 ديال المايلز من بعد من سانتاندير ما عرفتش فين حنا دابا في واحد البترول ستيشن المهم وقفنا باش نعمروا البلان درنا البلان الحمد لله وصلينا صليت المغرب والعشاء عرفتي هذه شي 11 ساعه وحنا كنسوقوا وانا في الطريق المهم وقفنا شي شويش شي ساعتين عرفتي نقص واحد الساعه المشكله اللي وقعت لنا مع تعطل شويه ديال الحال ما لقينا حتى شي بترول ستيشن مفتوحه عرفتي شي 3 ولا 4 حنا كندوزو هما مسدوده 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 بقيت كنستريس وكنقول يا ربي يا ربي كيفاش غادي نقدروا نعمروا البلان عاوتاني فاش كيبدا يقرب يتسال البترول كتبدا تحمر فهمتيني كتقول يا ربي ما نلقاوش واقفين حاصلين بحال هكا ان شاء الله دابا بقات لنا تقريبا واحد 170 مايلز باش نوصلوا ان شاء الله للطريفه ومن ثم ان شاء الله غادي ناخذوا الباطو باش ندخلوا لطنجة ومن بعد عاوتاني المهم نصور لكم كلشي يلا خليكم معنا الخوت فاينلي حنا وصلنا دابا لطريفة غادي ان شاء الله للبوت باش غادي نقطعوا لطنجة عرفتي دوزنا الليله كامله وحنا صايقين حنايا وصلنا لطريفة في النهار كما كتشوفوا ويلا وصلنا عرفتي حرب باش نوصلوا ولكن الحمد لله بقات لنا دابا ساعة المكانه ان شاء الله ونوصلوا لطنجة يا زوينه هنايا جي ماجين في الصيف كتكون باخر احسن خوت احنا غادي ندخلوا ان شاء الله دابا الباطو ها هو هذاك هو الباطو اللي غادي نمشيو فيه ان شاء الله وما تيقولوا لنا دابا زيدوا باش تطلعوا هلا مي يس ليغا تشيز مي ثانكس هلا دابا طالعين في الباطو كانت ويت هذاك الكار مسكين كيتقاتل كيتقاتل شوف كيتقاتل باش يطلع حنا طلعنا دابا في الباطو ديال الطريفه ها انتم الخوت شوفوا معايا كيفاش داك الشيء داير ديوتي فري عندكم بحال هكا هنايا هنا كتقدر تشوف لا فانتر دابا في المود ديال النعاس باغي النعاس على الاقل واحد الساعه ديال المكانه لحقاش مازال تابعاني واحد بعد الساعه ديال السوق انا عاوتاني من طنجه لفاس ها انتم شوفوا العوينات ما نعش الخوت ها انتم الخوت انا بغيت نوريكم هذا الفوتيج هذا زويون بغيت نوريكم البحر وحنا كيفاش خارجين من طريفة شوفوا اش كاين داكشي كيداير واعر واعر حنا جالسين دابا في الوسط في الباطو ديال الطريفة كنتسناو الباسبور كنترول ان هانتوما كتشوفوا هاد الناس اللي قاطين الصف مورايا كيتسناو باش يدوزو في الباسبور كنترول حنا قلنا مع راسنا جلسنا مفجين مع راساتنا
حتى يسالي هو يسالي هو ما عندك ساعه حنا نمشيو ونديرو داكشي ديالنا. احنا دخلنا لطنجه ولكن عرفتي واحد الروينه وقعات ولعفو، كان خصنا نصرفو الفلوس نصوبو لاسيرونس للطوموبيل لان تما كان اسيريوها غير على حد اوروبا. المهم احنا دابا شادين طريق الفاس ان شاء الله، احنا في طنجه يلا خرجنا وحاول دابا تسوق بالفولون على اليمن، سوق على اليمن صنبتلو السيستم ولكن ولفنا السيستم في اسبانيا. هذا الحمد لله ما يكون غير الخير دابا ان شاء الله. احنا دابا الحمد لله ما بقالنا والو نوصلوا لفاس، تقريبا شي ساعه د المكان ونوصلوا الحمد لله. يلا وصلنا وكل شيء بخير وعلى خير. الله غادي نضربها بشي نعسه واعي ان شاء الله. شكرا بزاف اللي تبعتوا معنا الخوت هاد لا جورني كامله. كما شفتونا خرجنا من لندن مشينا لبورتسموث وشفتوا داك المشاكل اللي وقعوا لنا في بورتسموث وكيفاش طلعنا في الباطو وكيفاش مشينا من الباطو من بورتسموث حتى سانتاندير، وشفتوا معنا من سانتاندير حتى لطريفة، وشفتوا معنا من طريفة لطنجي ومن طنجي حتى لفاس. نتمنى تكونوا عجبكم هذا الشيء هذا الخوت، ان شاء الله غادي نوري لكم كاع داكشي اللي غادي ندوزو في المغرب كل نوبه ان شاء الله. فين ما خرجت غادي ندير شي فلوغ زويون وغادي نوصل لكم الحدث ان شاء الله ونحطو فيسبوك ويوتيوب طبيعة الحال. بيس الخوت ونشوفكم ان شاء الله. السلام عليكم.